أخت ميساء، أهلا وسهلا فيك على الهواء. مساء الخير سيس نزار، ومساء الخير كمان لكل مشاهدين قناة الحياة، يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. مساء الأنوار أخت ميساء. أول شيء أنا بحب أشكر الرب من أجلك، أنت فعلا بطلة. خلال كل فترة الحرب الرب استخدمك، ولا سيما في كتير من البلدان اللي تهدمت كنت بتسافري وكنت بتروحي إلى الأماكن المهدمة وكنت بتساعدي المساعدات الإنسانية. ربنا يباركك وربنا يكافئك، وإحنا فعلا نشكر رب من أجلك. أخت ميساء، إذا أمكن تعطينا هيك ولو خلفية عن الأحداث اللي كانت في الماضي. أكيد الناس شافوا الجروح والألام، لكن تحطينا بالصورة شو اللي حدث، وبالتحديد من خلال سفراتنا لما كنا نروح من مكان إلى مكان في فترة الحرب. سيس نزار، أول شيء بتشكرك على تشجيعك لإلي ولمحبتك، وما بنسى أنه كمان وقفتك والبطلة كمان معنا بهالأزمة، وجودك كمان كان بلسم لإلنا من خلال وجودك معنا على أرض الواقع، وجودك معنا بأرض المعركة. يعني نحن شركاء خدمة كنا خلال السنوات الأخيرة من الأزمة في سوريا، الحرب في سوريا. بدون أدنى شك العالم كله شاف المأساة، فعلا خليني نسميها مأساة، يعني بكل معنى الكلمة، المأساة السورية اللي تهدم فيها البشر والحجر وتهدم الإنسان. يعني أنتوا سمعتوا الويلات وشفتوا البناء اللي بتهدم والإنسان اللي بيموت، يعني فعلا. بس هيدا الشيء يمكن وسائل الإعلام نقلته، ما رح أقول إلا بشيء قليل من الواقع اللي نحن عشناه. سيس نزار، نحن كنا موجودين هون، ما غادرنا البلد، ما غادرنا سوريا، مجموعة كثير كبيرة. نحن صلينا من بداية الحرب وشفنا الحرب عم تتطور، شفنا أصوات البكاء وشفنا الدماء، صلينا وقلنا له يا رب أنت أوجدتنا بهيدا البلد لهيدا الوقت. فصلينا وقلنا له يا رب نحن قادرين نسافر، يعني فينا نسافر. طبعا نحن ما منلوم الناس اللي سافرت، كل واحد في له ظروفه، لكن نحن كمجموعة صلينا وقلنا له يا رب نحن طالبين منك انه نحن تحمينا وترعانا ونبقى بهيدا البلد، نبقى بوسط هاي الظلمه اللي هلا عم تعيشها سوريا، وسط هيدا الحرب، لنكون فعلا نور مثل ما انت قلت انه انتم نور العالم. النور ما بيظهر الا بالظلمه، وهلا نحن عايشين الظلمه، فساعدنا حتى فعلا نقدر نتحمل، نقدر نصبر، تكون معنا بكل الاوقات هيدا الصعبه، وهلا اللي صار يا سيف نزار.